بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. قال الإمام الصادق عليه السلام: الغناء مجلس لا ينظر إلى أهله، والغناء يورث النفاق ويعقب الفقر. الغناء حرام، الموسيقى حرام. أنا واجه على المنبر أقول: اللهم إني قد بلغت. الغناء يميت القلب، كلام رسول الله. هذول اللي يسمعون أغاني بعد ما إلهم رغبة أن يقومون يصلون صلاة الليل، مستحيل واحد إلى ساعة 12 قاعد بالكباريه سامع أغاني بعدين يقول الله أكبر أصلي ركعتين، ما يصير ما يصير ما يصير. الجمع بينهما مش ممكن. ليكون لا سمح الله بينا واحد يسمع، وإذا أكو بينا واحد يسمع من هاي اللحظة، احتراما لدم الشهيد، احتراما لأبي عبد الله الحسين. قال الإمام الصادق عليه السلام: بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة، ولا تجاب فيه الدعوة، ولا تدخله الملائكة. إذا صار عندكم عيد إن شاء الله أيامكم مباركات، لا تخلون معصية الله تدخل في الأعياد. سفور النساء حرام، اختلاط الرجال والنساء بالاختلاط لا أخلاقي حرام، الموسيقى حرام، الغنى حرام. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا. الإمام جعفر الصادق يقول: لهو الحديث الموسيقى، الغنى، استماع إلى الغنى. الإمام جعفر الصادق يقول: الاستماع إلى الغنى ينبت النفاق في القلب. ينبت، هاي كلمة ينبت أريدك تنتبه إليها. ينبت يعني يزرع، ما يقول يورث النفاق، لا، ولا يقول يضع النفاق، لا، يقول ينبت. يعني إيش؟ يعني ينزرع. إذا واحد انزرع النفاق في قلبه، هذا الزرع ما يتوقر بسهولة، يظل يعيش منافق، بالليل منافق، بالنهار منافق، يجي للحسينية منافق، يروح للمسجد منافق، يسافر منافق، يروح يزور الحسين هو منافق. ليش؟ لأنه متربي على استماع الغنى والموسيقى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من استمع إلى اللهو، الغناء والموسيقى، يذاب في أذنه الإنك يوم القيامة. وإن بيتا فيه غناء لا ينظر الله إليه. هذا الإنسان عندما يغني يأتي شيطان يقبض على أذنيه ويصرخ فيهما، يصرخ حتى اللي سامع الغناء نفس الشيء. ولذلك مستحيل واحد يسمع الغناء أو يميل قلبه إلى الغناء وتحصل عنده حالة خشوع، مستحيل هذا الشيء. أول شيء الغناء يسلبك التوجه في الصلاة، توجه في الصلاة، يأذن الأذان يقول بعد وقت، الآن ما أقوم بعد وقت، هذا أثر الغناء. هذا المغني سلب منك هذا التوفيق. تفكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
الغناء ينبت النفاق في القلب. أحد علماء الدين قال لي امرأة سألتني ليش الغناء محرم؟ الغناء ليش حرام؟ يقول فقلت لها كلاما، قلت أنت عندما تسمعين الغناء بعد خلق الصلاة ما عند اللي يروح في خط الغناء، بعد خلق الصلاة ما عند خلق دعاء كميل، ما عند معنوية، ما عنده روحية تنخفض، هذه الأشياء تسلب التوفيق. عن أبي عبد الله عليه السلام: استماع الغناء واللهو ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. الغناء مو من مدرسة أهل البيت، مو من شيمة أبي عبد الله الحسين. الغناء، الغناء كان شغل عمر ابن سعد، الغناء كان من أعمال شمر ابن ذي الجوشن. يا شباب الله يحفظكم، مو بس أيام محرم ما تسمع. عزيزي لما تركب بسيارتك وعندك آخر ألبومات المطرب الفلاني تريد تخلي أذكر، دا تضيع دم الحسين، لا تنسى. أختي المؤمنة أذكري لما تريدين تخلين هذا الكاسيت في سيارتك وتسمعين لا سمح الله غناء، أنتوا تعطون جواب سالب لأبي عبد الله. الإمام صاح: هل من ناصر ينصرني؟ قولوا لبيك يا أبا عبد الله، إحنا أنصارك إن شاء الله، إحنا جنودك في الدنيا والآخرة. ليكون واحد من عندنا يخلي له أغنية بالسيارة ويرش الملح على جروح أبي عبد الله الحسين. هل تعلم عند سماع الأغاني يتراقص الجن من حولكم، ولو كشف الستار لجننتم من هول المنظر.